فضيحة خداع ديانا، قصة أشهر مقابلة للعائلة المالكة. ماذا كان تأثير الاكتئاب على زواجك؟ حسناً، أعطاني الجميع تسمية جديدة رائعة. ديانا غير مستقرة، ديانا غير متزنة عقلياً، والمؤسف في ذلك أنه ظل عالقاً معي على مر السنين. بعد أكثر من ربع قرن على هذه المقابلة للأميرة ديانا مع قناة بي بي سي، تصدرت الأزمة عناوين الأخبار مجدداً في أعقاب تقرير كشف عن استخدام أساليب مخادعة لإقناع ديانا بإجراء المقابلة، دفعت الصحفي والقناة للاعتذار ومدير القناة السابق للاستقالة. فما قصة أشهر مقابلة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية؟ وكيف أسهمت في شعور أميرة ويلز الراحلة بالخوف والبارانويا والعزلة في سنواتها الأخيرة؟ Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. في نوفمبر عام 1995 بثت إحدى أهم المقابلات في القرن العشرين ببرنامج بانوراما على قناة بي بي سي، وكانت المرة الأولى التي يتحدث فيها أحد أفراد العائلة البريطانية المالكة بمثل هذه العبارات الصريحة عن الحياة داخل أروقة القصر الملكي والعلاقات مع أفراد العائلة الآخرين، حيث تحدثت الأميرة ديانا عن زواجها غير السعيد من الأمير تشارلز، وقالت إن علاقة الأمير تشارلز بكاميلا باركر بولز زوجته الحالية ودوقة كورنوال جعلتها تشعر بأنها بلا قيمة، واعترفت بخوضها علاقة غرامية وإصابتها باضطراب الشره العصبي. شاهد المقابلة التلفزيونية الشهيرة ليلة عرضها في بريطانيا نحو 23 مليون بريطاني ومئات الملايين حول العالم. وبعدها بأسابيع نصحت الملكة إليزابيث تشارلز وديانا بالطلاق رسمياً، وهو ما كان حيث سحب اللقب الملكي من ديانا كما رفعت عنها الحراسة الملكية. وخلال عام واحد من الطلاق ماتت ديانا في حادث سير بنفق في باريس في 31 من أغسطس عام 1997. قبل ذلك الحادث بعام كشفت صحيفة The Mail عن كشوفات مصرفية مزورة قيل أنها ساعدت في خداع ديانا لإجراء مقابلتها. بعدها برأ تحقيق داخلي أجرته بي بي سي كل من الصحفي مارتن بشير وبرنامج بانوراما وبي بي سي نيوز من ارتكاب مخالفات، وأصبح مدير الأخبار الذي أجرى ذلك التحقيق توني هول المدير العام لبي بي سي حتى تاريخ استقالته عام 2019. بعد التحقيق الأول بسنوات عمل بشير مع عدة شبكات تلفزيونية أمريكية بعد أن فتحت المقابلة أمامه أبواب النجاح، وعاد إلى بريطانيا عام 2016 وعين محرر شؤون دينية في بي بي سي، ولكن قصة خداعه لديانا بدأت تنكشف. في 20 مايو من عام 2021 خلص تحقيق جديد مستقل قاده اللورد دايسون وهو قاض سابق رفيع المستوى حول المقابلة إلى أن بي بي سي قصرت في المعايير العالية المتعلقة بالنزاهة والشفافية التي تعتبر من سماتها المميزة من خلال تلفيق بشير لوثائق مزورة تظهر دفعات مالية من قبل مؤسسة صحفية لموظف سابق من فريق الأميرة ديانا قدمها بشير لإيرل سبنسر شقيق ديانا كي يكسب ثقته وبالتالي ليتعرف على أخته أميرة ويلز للحصول على المقابلة. وأجري التحقيق بناء على طلب من بي بي سي العام الماضي بعد أن أعلن إيرل سبنسر شكواه بشأن الأساليب المستخدمة لإقناع شقيقته بإجراء المقابلة. وقبل أيام من ظهور نتائج التحقيق استقال بشير من بي بي سي بسبب اعتلال صحته قبل أن يعتذر عن أساليب غير أخلاقية قام بها لإجراء مقابلة الأميرة ديانا، لكنه رفض الربط بين المقابلة وبين وفاة الأميرة. وعقب نشر نتائج التحقيق الثاني استقال المدير العام السابق لبي بي سي اللورد توني هول من منصبه كرئيس للمعرض الوطني البريطاني. وبعد نشر نتائج التحقيق ألقى الأمير ويليام دوك كامبريدج باللوم على إخفاقات بي بي سي في تأجيج البارانويا لدى والدته وتردي العلاقة بين والديه.
It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation that I remember from those final years with her. شرطة لندن من جانبها قالت إنها ستقيم التقرير الجديد لتقرر احتمال وجود دليل جديد مهم بعد أن اتخذت قراراً سابقاً برفض إجراء تحقيق جنائي. Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country.